السلام عليكم ورحمة الله. معنا لليوم لاند روفر ديفندر الجديدة كليا. بعد صناعة أكثر من 30 سنة كانت لاند روفر معتبرة بسيارة لا راح على تكنولوجيا، سيارة أوفرود، سيارة دفع رباعي بحتة. لكن بعد 30 سنة طالعت شركة لاند روفر الجيل الجديد كليا. السبب انه ما بقى تحسن تصدرها لاوروبا لامريكا، لانه في شيء بالعالم اسمه هيئه السلامه العالميه، هيئه القياسيه للسيارات لصناعه السيارات. فهذه السياره كانت لاند روفر مي سياره راحه، مي سياره امنه، لحد ما صنعوا هالشكل اللي واجه انتقادات كثير وواجه مدح كثير. ناس كثير حبته وناس كثير انتقدته وما حبته، لكن صنعوا هذا الموديل، ابدعوا في صناعته، اتقنوا صناعته، أخذ 5 نجوم بهيئة السلامة العالمية. لكن صنعوا هذا الجيل الجديد يلي أخذ 5 نجوم باختبارات السلامة العالمية، أخذ 5 نجوم، والسيارة رجعوا تصنيعها لو غيروا شكلها مثل ما نشوف. اختلف الشكل بالكامل، اختلف جذرياً، اختلف السيارة، اختلفت عن الأجيال السابقة بالكامل مثل ما قلنا، لأن السيارة بتصدرها ل 125 دولة. الطراز معنا اليوم من نسخة الـ HSE، يعني بتيجي هي كمثل مواصفات الـ P110. طبعا السيارة في P90 و P110 ونزل الـ P130 اللي هي أطول شيء، والـ P90 نسخة كوبي مثلا أو نسخة الكبسولة، نسخة البابين. مثل ما شفت واجهت السيارة إضاءة LED، طبعا على الفئة الأقل من هاي المعنى اليوم ما بتجي LED. واجهت السيارة مثل ما شوف واجهة كتير رائعة، في هذول البلاستيكات كانوا يجوا بالأجيال القديمة يجوا حديد، لكن هالجيل سووا بلاستيك، طبعا بلاستيك قوي. هاي وظيفتها عشان إذا بدك تدوس هون تحط أغراض، أو بدك تدوس هون طبعا سيارة مغامرة، سيارة لكل الطرقات. بصمة ديفندر مع بصمة لاند روفر في الرادار، وعندنا الكشافات مع فتحات التهوية لأن السيارة معنا اليوم تيربو، مع حساسات مساعدة للاصطفاف والكاميرا الأمامية. مثل ما بنشوف على الزجاج الأمامي في الحساسات والكاميرا للمحافظة على المسار، محافظة على مسار السيارة، لمساعدة للرادار ومساعدة للحساسات. مثل ما بنشوف سيارة مليانة بأنظمة السلامة. مثل ما بنشوف المساحات بيجي معها رشاشات المي مدمجة. مثل ما نشوف كمان في بصمة الديفندر مع فتحة التهوية والمراية عليها الكاميرا الأمامية، وطبعا فيها نظام النقطة العمياء إذا في جاي سيارة من الطرف اليمين أو على الطرف اليسار. كمان فيها الدخول بدون مفتاح، وطبعا في هون بصمة الديفندر مع قطعة البلاستيك، عطت مظهر جميل من جانب السيارة. طبعا في نظام تعليق هيدروليكي مش موجود على نسخة التسعين، اما نسخة الـ 110 والـ 130 فيها نظام التعليق الهيدروليكي. We'll be right back.
شاشة كتير حلوة طبعا، فيها نافيجيشن، فيها بلوتوث وأبل كاربلاي، فيها أي شيء، فيها كل شيء بالسيارة. طبعا المقاعد فيها تبريد وتسخين، ما نشوف من هون هاي التبريد وهاي التسخين. التحكم كتير سلس بالشاشة، كتير رائع التحكم. وضعيات الكرسي، المكيف شلون بدك اياه يجي، الهواء تبعه، هاي مثل ما بنشوف بيعطيك معلومات السيارة كلها، ارتفاعها عن سطح البحر مثل ما بنشوف، درى البوصلة، السيارة وضعيتها لما تطلع طرق اوف رود او اي شيء مثل ما بنشوف. هاي السيارة معنا اليوم 77 سنتيمتر فوق، بتتحمل مياه. نسخ الأبل والنسخ الأقل عفوا ما بتتحمل لل 77، تحمل تقريبا 60 لل 65. مثل ما بنشوف هون في أبعاد السيارة، السيارة طولها 5 متر و2 سنتي، ارتفاع تبار عن شاسس السيارة 0.17 سنتي، ارتفاع السيارة الكلي 1.92 متر. طبعا من عند المرايا لفوق، مع المرايا لفوق بصير مترين واحد. مثل ما شفنا الهاند بريك الكتروني في السيارة، هون الضغطة تبعت، هون التحكم بالمكيف، هاي للنظام الصوتي، التحكم بالمكيف وتوزيع الهواء في السيارة. وهون في ستارت اند ستوب ونظام الهيدروليكي للسيارة، اطفاء التراكشن ونظام للجبال لما تطلع الاوف رود. تشوفون الولاعة، وصلة يو اس بي عشان شحن الاجهزة، هون نانو سيم عشان 4G. مساحة تحت كتير، مساحة رائعة ومساحة كتير كبيرة، طبعا مع فيها الاضاءة ال LED كتير حلوة مثل ما نشوف لون البنفسجي. طبعا في كتير الوان بامكانك تختارها. مثل ما تشوفون حاملات الاكواب، في حاملتين كوب، في هون شاحن لاسلكي مع الثلاجة، طبعا في عيارين للثلاجة 1 و2. لا شوف الثلاجة كمان، والله ما شاء الله ماي بيلدينج.